100 مليون دولار، ده مبلغ تم تخصيصه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده من خلال برنامج إكسبو لايف. ودي تصريحات كانت لفاطمة إبراهيم مدير مساعد إكسبو لايف، واللي أكدت كمان مشاركة وفد من إكسبو 2020 في فعاليات منتدى شباب العالم، وده لتعريف الشباب المشاركين بالمنتدى بالفرص المتاحة وتعليمهم إزاي يكون ليهم بصمة فيه من خلال عرض جميع القدرات التكنولوجية للمشاركين. استاذه فاطمه، انا برحب بحضرتك الاول على شاشه ام بي سي مصر، وعايز اعرف من حضرتك يعني كلمينا الاول عن اكسبو لايف، وكلمينا عنه وازاي كمان المشاركات اللي هتكون موجوده من خلال منتدى شباب العالم، وعايز اعرف كده الناس في مصر تعرف بعض النقاط الهامه في اكسبو 20. نحن طبعا اليوم متواجدين كوفد من اكسبو 2020 دبي في منتدى شباب العالم عشان نشارك مختلف الفرص ومختلف، خلينا نقول اكسبو 2020 تعتبر كمنصة، فكيف نخلي الشباب العالم يكونون اكثر من مجرد زوار في 2020 وتكون لهم بصمة ايضا في مثل هذا الحدث الكبير. مثل ما انتم عارفين اكسبو 2020 دبي يعتبر كحدث جدا كبير يحدث للمرة الاولى في هاي المنطقة من العالم، نتكلم عن منطقة الشرق الاوسط، عن افريقيا وأيضا جنوب آسيا كذلك. وجودنا في هذا المنتدى بالتحديد نتكلم عن برنامج إكسبو لايف، برنامج الابتكار والشراكة المقدم من إكسبو 2020 دبي. من خلال هذا البرنامج تم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لجانب الشراكة في 2020. نتكلم عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتكلم عن رواد الأعمال، أتكلم عن الشركات الناشئة، الأشخاص اللي لا زالوا في بداية الطريق لكن حابين أنهم يحصلون على الدعم من مثل هذا البرنامج. نركز فيها على جانب الابتكار، لكن ما نتكلم عن الابتكار لمجرد الابتكار، أنا أتكلم عن جانب الابتكار ذا التأثير الإيجابي على المجتمعات أو ما يسمى بالسوشيال إنوفيشنز والسوشيال إنتربرايزز. الأشخاص اللي حابين أنهم يكونون كجزء من البرنامج، طبعاً نحن خلال السنتين اللي مضت أكثر من 2300 طلب تم استقبالهم من 136 دولة حول العالم، وحالياً نحن عطينا المنح أيضاً في الدورات الثلاثة السابقة لـ70 مبتكر عالمي من 42 دولة. نتكلم عن برنامج شامل لجميع دول العالم، الأشخاص اللي لديهم ابتكارات يقدرون أنهم يقدمون على البرنامج عندنا، وحالياً نحن شغالين على الدورة الرابعة من البرنامج. إن شاء الله يتم استقبال الطلبات عن طريق موقعنا الإلكتروني لين تاريخ 2 ديسمبر أو بداية شهر ديسمبر 2018. وجودنا في هذا المنتدى عشان نعرف الشباب أكثر عن مثل هذه الفرص، كيف يقدرون يكونون كجزء منها، كيف لهم بصمة في إكسبو 2020 إن شاء الله. خليني أعرف حضرتك، أكيد يعني كنت حريصة بدل طالما يعني الإكسبو 2020 يعني بيتحدث يعني بيتكلم مع العالم كله وليس مقتصر أيضا على الدول العربية ولا الدول الشرق آسيا ولا الدول الإفريقية. أعرف أن من مشاركة حضرتك دي أكيد في رسالة أيضا بتحبي توصليها من هنا من منتدى شباب العالم في مصر في شرم الشيخ، أبرز الرسائل اللي حضرتك حابة توصليها، وشايفة إزاي أن يبقى في الدول العربية دولنا العربية حاجات زي دي بتكون موجودة وبتكلم العالم؟ نحن حاليا الشيء يمكن اللي نبغي نركز عليه بشكل كبير هو جانب الابتكار. الابتكار ليس فقط مقتصر على دول معينة في العالم أو على جامعات بعينها، مع كل الاحترام للجامعات الكبيرة، لكن نحن نتكلم بشكل كبير عن أي فرد عنده فكرة معينة، لديه ابتكار معين أو مشروع معين حاب أن يكون كجزء من هذا البرنامج، تكون له منصة كبيرة، تكون له بصمة في العالم. هذا الشيء ما يكون مقتصر فقط على مثل ما قلنا جهات معينة في العالم، الأبواب مفتوحة للجميع، المنصة تعتبر لجميع دول العالم، وهاي تكون فرصتكم أنكم تكونون كجزء من إكسبو 2020. لو في رسالة حضرتك حابة توجهيها من هنا من مصر بقى، أكيد حضرتك شفتي ولمستي التنظيم، لمستي التواجد في المنتدى شباب العالم، لو حضرتك كمان يعني في نقاشات دارت بينك وبين أي حد، قول لنا حضرتك شفتي ده إزاي؟ نحن من أول ما دخلنا، يمكن من أول ما وصلنا جمهورية مصر، وحسينا بالتفاعل، حسينا بهذا المنتدى من المطار لين وجودنا اليوم، وإن شاء الله غدا بتكون لنا أيضا كلمة على المسرح للشباب. التنظيم جدا ما شاء الله رائع، وجود الشباب، وجود مختلف دول العالم، الجنسيات مختلفة، الشباب متواجدين من مختلف الأقطار، وهذا شيء جدا يسعدنا نحن، بما أن الرؤية وحدة في إكسبو 2020 نتكلم عن تواصل العقول وصنع المستقبل بين مختلف جهات العالم، وهذا الشيء اللي بالفعل نحن لمسناه في مثل هذا المنتدى.